السلام عليكم إخواني الكرام ومرحبا بكم في مقطع جديد وثغرة جديدة، ثغرة الحصول على إن شاء الله ديل ليخت لما لا أساطير من باكج نجوم الأسبوع الجديد. دون التقديم سوف أشارككم ثغرتنا اللي هي هذا اليوم يا أساطير، سوف تحصون بأقوى لاعبي الباكج وإن شاء الله ديل ليخت لما لا أساطير. دون التقديم سوف ندخل عند خصيصة مرة واحدة دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء سوف نقوم به عند دانييلو، كذلك عند ديباي. بعد يا أساطير سوف ننتقل عند أوتافيو مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم سوف ننتقل عند ديابي مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ثم محمد صلاح 4 مرات دون الإطلاع على إحصائيته، والرابعة ثم بعد ذلك ديليخت 3 مرات والإطلاع على إحصائيته. يعني ثغرة سهلة للغاية أساطير. والثالثة ان شاء الله بعد لفكم لهذا، يعني بعد اتمامكم لكل هذه الخطوات، ما عليكم سوى الخروج واللف ب 100 كوينز او من اللفه المجانيه. سوف اجرب انا ب 100 كوينز لما لا. كما ترون اساطير الدوري الانجليزي ومحمد صلاح، يعني مضمونه ان شاء الله سوف تحصلون بها على ديليخت او محمد صلاح، يعني مضمونة إن شاء الله يا أساطير. لما لا سوف تحصلون على ديليخت. لا تنسوا كتابة في التعليقات اللاعب الذي حصلتم عليه من هذه الفقرة الأسطورية يا أساطير، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.